انه الرياضيين في كل لي ديسيبلين هذوما سبورتيف، هاد النشاطات الرياضيه الاخرى من غير كره القدم راهم يعانيوا معاناه كبيره. وحنا نوجه نداء لوزير الشباب والرياضه، هو انسان نزيه وانسان وطني مخلص، باش يلتفت لهاد الرياضات اللي خاصه في الولايات الداخليه وهاد القرى والمدن الصغيره، ويدعموا بالك منهم اللي جونا راح يجونا ابطال. هذا هو بالعزوق، يعطيك يعطيك يعطيكم بعد وطني كذا. انت دمرت كاع الرياضه، كش ما خليت فيهم؟ لا لا، من شفنا، لا لا سبقك يعني شفنا، بان ما نعرفوا ما يعرفني ما نعرفوش، ولكن شفنا كي جا حكم الوزاره شفنا تغيير.